قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. انا راه ما خدمتش فاش ما كان خصني نخدم مزيان عاد نخدم. عطى الله ما تعمل غير كراهم داو والو وصبحوا ما وشاش. انت باغي تختار؟ راه اللي اختار يعطى. كما اش قلتي؟ قلت لك يا كما كتفكر فيها غتقول لي شكون هي غنقول لك نوال غتقول لي كي جاتك غنقول لك في المستوى. عندك الحق يا مراد ولكن راه خلعك. مالا مونستر خلاك. ولكن ما عرفش علاش. بغيتي تعرف علاش؟ المستوى الاجتماعي ديالك. شتي نوال داك المستوى الاجتماعي وداك التخرميس راه ما داخلش ليها الدماغ. عرفتي اش غدير انت؟ غادي تسد عليا هذا الموضوع وغتجبد موضوع اخر. على ما حليت شي موضوع تنسدو راك انت مولاي اللي خدام كدق عليا ماشي انا. ياه نزيدك حاجه اخرى. شتي انت كتكون الحاجه مقاده وكتعوجها انت المشكل. ياك سيدي انا المشكل كصباع وجه. انا كصباع وجه يا سيدي بارك الله فيك. واش عباد الله انا غارق مشاكل وغادي تقول لي هذا وغادي تقول لي لي فيت بوغ مويا. الله يكون في عونك الحاج الله يزيد في المدد. شي واحد حاجه والله العظيم غنوليو نحلفوا لك حتى انت. شكون انت؟ واش انا اللي ذاك النهار العينين هما العينين ها وفيت ليا شفتك ها ومجهد في الفلسفه والعربيه والاجتماعيات انا وسد عليا سد عليا دابا قيد عليا. عرفت شنو غدير؟ صبغ لي داك الراس بالشيب وبدا تحب عليا. ايوا ايوا اليوم حبيبتي صعيب باش تلقاي ولد الناس ومن اللي جاب الله ولقيتو غير كملوا وتوكلوا على الله. وعلى انتي برا ليا علينا على ما كتشوفي بعينيك كلشي على لا لا جا شي حد ورطيناه وبلا شي. انا كنتكلم معاه وباها كيتكلم معاه وهي والو. انا باقي ما كنفكر في الزواج. ايوا لا واه راها ما بقات صغيره ولا كاينه شي حاجه راه خصها تقولها لك بصراحه. كاينه شي حاجه؟ شنو زعما بغيتي تقولي؟ ضاهره في راسك شي ويلي الحاجة على نغشيمة زعما إلا في بالها شي واحد خصها تقولها ليك. إوا حتى أنا بيني وبينك بحال حسيت بشي حاجة. واش عرفتي بعد هذاك النهار ملي دخلت فرحانة كطير بالفرحة وبدات عليا ماما الحبيبة ديالي الحصانة ديالي الشرطير ديالي حتى أنا ذاك النهار حسيت بشي حاجة كاينة. وأنا داكشي كيتخبى حبيبتي راه كيبان على مولاه. قولي لي نعم ما عرفتي شكون هو؟ ايوا لا لا ما عرفت شي زعما كانت قالت لي الله يفكرنا في الشهاده شي سميه سمعتها كتقولها. نقول لك وما تقوليش. وعلى انا امال فكنقول الكلام اللي كتقولي لي؟ لا حاشا. ايوا سكتي وصافي وتكلمي. ايوا لالا سميتو عمر. عمر؟ ايه ياك ما هذاك اللي كيقرا معاها. وي عمر يمكن اللي تيقرا معاها. ما كاينش يمكن قلت لك عمر حاجه. ايوا انت يا كتجيبي الخبر هي هذيك ما عندي ما نسالك. ايوا طلقي راه ما بقى لنا والو. طلقي سربي وهذا الشيء نحيدو علينا نوضو لشغلنا. يلا سربي دغيا
يا حمادي اش قلتي؟ متفقين؟ لا 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 انا ما متفقش. ما متفقش؟ وعلاش حمادي ما متفقش؟ وادي دجاجة بكمونة. لا اخويا شوفوا شي واحد من غيري. اش كتقول يا حمادي؟ ياك انت براسك كتبك عليا انا عزيز عليا اللي صفر، انا كنبغي البيزنس. وخصوصا خصوصا يا اخي حمادي الا كانت شي افير بحال هذه غلي دار سمينة اللي بغينا نديرو حنا بثلاثة. شوفوا الله يخليكم. نعم. انا راه ما تنبغي اللي يعطي الاوامر وما تنبغي اوامر من حد، راسي والسلام. نسطح هذا مع هذا ونقني هذا مع الاخر وناخذ جدي. ويني راسك شحال قاصحه ودي يا حمادي. يا اللي ما بغينا العب باب دارك الخو، العب باب دارك. ما تعصبش حمادي، ما تعصبش، راه ما قال عيب صاحبي، ما قال عيب. هذا هو العيب براسو. وا صاحبي الله يخليك. شوف بعد انا راسي قاصح مزيان صاحب. الوفي الله يخليك راه مهدي، ما تقلقش الله يخليك. راه دابا الشيء اللي بغى يكون بغى يقول كون على زعما سكر ثلاثه الشركه. فاش فتشفرتوا الترافيك والله واحد. ها انا راه راجل ماشي ديال هذا الشيء ديال البيزنيس، سطح هذا مع هذا ونقني هذا مع الاخر وفلوسي مضمونه. اما باش نشارككم في لي زافير ونعطي الفلوس ونبقى معلق، هذه غير ضربوا عليها الله يسهل. الوفي يا قلت لك يا اخي راك كترقع. يلا نمشي فحالنا حمادي. حمادي دابا خديتي رزقك، بقيت تسني والو. ولكن راه خدمتي هادي حلال عليا. وراه ما قلناش لا، انا ما قلتش لا، ما قلتش لا يا عباد الله. شوف الله يخليك فكر مزيان ومن بعد رد عليا الخبر. والوقت اللي تبغينا راه تلقانا موجودين. حمادي يا واد الخو، واش كيفكر فيا كيف كنفكر فيها انا ولدي. معلوم هو ما ينساك وانت ما تنساه. اه انت باه هو ولدك غير الشيطان الله ينعلو. يلا يلا ترتاح ركع عييتي يلا. غير سيري انتي بناتي، مازال ما فيا نعاس، عندي شي ملفات خصني نرجع. سيري.
ماشي معقول، ما يمكنش. قول لي يا قداك. سر بي اخويا البوكتي وطلقنا دغيا. الله يخليك. تخاف شراه بك انت واحد؟ معلوم اخويا الخاف. وزيدون احنا متفقين على الباب والديبو ماشي على البيروات. انت مالك انت مالك اش خاسر؟ هي كل حاجه بثمنها. هي ولكن حتى البيروات لا، وبالخصوص البيرو ديال الحاج لا لا لا. وما عرفتش اخويا كيفاش حتى. ما تخافش ما تخافش زيدون، انا ما غاديش نخسر معاك. خصني غير نلقى داك الملف اللي فيه الدوفيات. زيد 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 صاحبي يا صاحبي. وسربي كيش حسهم. يلا يلا أماك كيف صحتك؟ ولا أخويا أجلي شي حاجة مشمشاني ومقلقاني، ولكن أنا ما عرفتش شنو هي. أسيدي ما عندك مناش خير. المهم كي جات بخطه شحال ودازت حسي مسي ما خلاتش لاطه. زيد تقول اولدي يا جنود راه ما حاس بيه مزود غير مخبوط بيه. اسعد نعم راني كنتكلم معاه. والباليزه الباليزه جنود الباليزه باليزه مال مال باليزه ياك ما كانت معاك حاجه. لا ما تلد ما حي لا حال ولا والو، ولكن صاحبي انا ولد صاحبك راه ما تيقش فيه. ما تيقش سيدي ما عندك منا شغل. المهم انك مشات عامي وحيدت من طريقك. هذا هو المهم. غير بشويه بشويه. اي ولكن ولكن اش بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ جارسون شات شرب شكرا قهوه وكاس العصير الله يخليك. بغيتي الصراحه انا ما بغيتش الباليزه تبقى عند داك صاحبك. عندك ولا عنده بحال بحال. المهم انك مديك خيتي وانت تنقولك بشويه وانت تقول انا داير شي حاجه مزيانه تقدر انك تتغول غير بشويه غير بشويه. دابا انا بصراحه راه هناني ايه وارتحيت منها ايه ما قلتش لا، ولكن عباد الله علاش ما عطاكش الباليزه؟ هذاك راه شغل هو اللي عار غير راه غيدوز عندك وغيشرح لك كلشي. واش غادي نقول لك لاله فطوم؟ ما كاين ما نخبي عليك، بنتك تصابت بصدمه قويه. معلومه وليدي ما تصدم، حالي داز انا شويه، الحمد لله اللي بقات عايشه. هادشي مكتب على لاله فطوم، ما عندك ما دير، غير الله يخليك مني تقابلي معاها ما تبكيش قدامها، وما تبينيش لا انك مقلقه ولا شي حاجه من هاد النوع. من جهتي راني ما مقصرش، ومن جهه اخرى راني كنعمل فوق من جهتي. نرضى عليك يا وليدي الله يصلحك. انا نزوجها فيك يا وليدي الله يرضى عليك. انا ما عندها غير الله وانت. ونعم بالله. يا ليالي يا بنيتي دخلتي الحبس وليدي شو تلك كنتي لاله البنات. ايوا قدر الله كيتصرف على كل واحد لاله فطومه، وزايدون يكون خير ان شاء الله. المهم كيف قلت لك راه هي تصاب دابا بصدمه نفسيه، ولهذا راني قدمت طلب النيابه العامه باش يحولوا المستشفى الامراض العقليه. بنتي حماقت. لا 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 فطومه الله يا رب الله الله.
انا اللي في الطومه. اه ما عندك علاش تخلي. الله يرحم الله خصنا الحماقه والله. لا في الطومه الله يهديك. راني قلت لك ما عندهاش خطيره، ما عندهاش حاجه خطيره غير صدمه نفسيه، ما عندك علاش تخلي. شويه الموسيقى من بعد. نوال. نعم. غنتكلم معك في واحد الموضوع مهم. شنو هو هذا الموضوع؟ نتكلموا بصراحه. بطبيعه الحال بابا بيناتنا الصراحه. مثلا الا جاء عزيز وتقدم عندي وطلبك مني تقبلي ولا ترفضي؟ اللي كنشوفها بابا واد عتيقك بزاف هذا عزيز. انا قلت لك علاش ولكن ما جاوبتينيش على سؤالي. علاش غنجاوبك بابا وانا مازال ما كنعرف عليه حتى حاجه؟ امر سهل. نعرض عليه انت الشو جميع، يمكن لك تزيد تعرف عليه اكثر. الو عمر. اه لطيفة صافا بخير بسالك صفر كل شيء كاين هنا صافا بخير لاباس كامل مزيان من عيطتي. شوفي ما بغيت نشوفك دابا. ها اوك فاين؟ خلاص صافي عارفة فاين عارفة داكا. ها اوك انا ماجي تشاو. باي باي. نوال. نعم بابا. مازال ما كملت معك الموضوع. اش من موضوع تاني عزيز؟ داكور داكور تنعاود نرجع. كترزي الزباق زوين هذا. باي باي. شنو دارك ندير هادي ولا هادي؟ لا غنمشي معاك السوق دير هاديك اليوم اللي هي. شنو كنا كنقولوا؟ سولتيني على الكرافطه. لا 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 على احمد ولد خويا. انت غادي تشوف علاش بغيتي يفيدني في واحد القضيه في الخدمه حتى هي زايده على ما بيا. تيباش قرب قرب قرب. انت مالك هكذا ديما عزيز عليك تشقي راسك وتحمل الهم؟ عايشة راه تلف لي الري وما عرفت ما نعمل. والشي اللي لقيت في هاد الملفات ما عجبنيش، فيه الدخول وبغيت نوصل للحقيقة. الله 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 انت ديما ساعدك في المشاكل. اسيدي هني راسك. شوف راه في النعاس ديالك وليتي غير كتهتهت. الله يهديك فين كنشوف الناس. الليل كله وانا غمضت عيني. سي ادريس امس واش كترقب البوست دو برودكسيون ولا لا؟ معلوم كنراقبو. الا ما راقبتوش باش غادي نعرفو شحال خرجنا من الرولو في النهار؟ قول لي حاجه اخرى سي ادريس. اي شنو هي؟ شحال من طن تقريبا كيعطي في الرولو؟ عندك اسيدي 3300 متر كتعطينا رولو واحد. وشحال تسلمنا من خيط يوم 15/4/97؟ يوم 11/15
15/4/97 سلمنا 7300 طن ديال الخيل. 7300 طن. أيه. أنت متأكد يا سيدريس؟ معلوم متأكد. وهذا السجل وهذا التوقيع ديالي وديال الشيفور اللي جاب السلعة. الشيفور ديال السفصافي. اه الشيفور ديال السفصافي. هكذاك. واش متيقن؟ معلوم متأكد ولا بغيتي ها هو على سميتها الفاتورة. قول لي سي إدريس. نعم استاذ. على ذكر الالوان شحال تسلمنا يوم 2/4/97؟ يوم 2/4/97 سلمنا 350 كيلو. 350 كيلو. علاش هاد الاسئله سي؟ لا لا غير بغيت نتاكد. وكان الله يهنيك اودي. سي تفضل. نعم غير بغيت نخبرك باللي لي باري اللي جاونا هاد الايام سونطون اومون فيزيتا دغيا كيتهرسوا. اها وقل ربي زدني علما. اسمع ولدي ادريس الله يرضي عليك، غادي تكتب تقرير في هذا الموضوع وتعطي لي انا شخصيا، وانا غادي نتكلم مع السي الحاج عبد الغني. وعلي السيد. الو الله يخليك ابنتي، دوزي لي شركه صفصافي للخيط انا المفضل. الو سي رضوان. اهلا وسهلا. انا المفضل. الله يخليك سي رضوان، بغيت نضبط شي امور ديالي هنا مع التعامل ديالنا معكم. بغيت نعرف يوم 15/4/97 شحال عطيتونا من طن ديال الخيط؟ هاكاك 10000 طن. مزيان ما سيدي مزيان. قول لي يا سي رضوان، الله يخليك، حاجه اخرى ياك باقي نفس الثمن باش كناخذوه من عندكم؟ ها ياه تماما نفس الثمن. حتى انا هذا الشيء اللي قلت مع راسي. والله يعاونك نعم سيدي. لاو ايوا كلشي مزيان، كلشي على حسن ما يرام. هاد الساعه كلشي مزيان السي فاطمه. وراو كاش نخصك دير ياك. هي السي فاطمه غير كون هاني نرتب العدد اللي بغى الكليان وندير ليه الفاكتوره. تبارك الله عليك. حاجه اخرى نسيت ما قلتهاش لك، هاد الناس اللي كنساروهم فلوس اي واحد جاب لك شي حاجه كيخصك تاخذها من عنده وتقيدها ليه في الفاكتوره ديالو. نعم. وما تنساش تقيدها لي حتى انا في ذاك الدفتر اللي عندك. ايوا ونقيد شحال دفع وشحال باقي ليه. تبارك الله عليك، ما عندي ما نسالك، راك على بال. اسيدي الله يعاونك. اهلا حبيبي تفضل. اهلا 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 نهار كبير هذا السي تفضل. الله يبارك فيك السي عزيز، كي داير انت؟ شويه احنا كنعديو احنا كنسعفوا مع الوقت. كي داير انت لاباس عليك؟ الله يبارك فيك والله العلي العظيم. وما تسالني علوم الا ملي مشيتي عيان بقيتي فيا بزاف بزاف بزاف، وقلت له وافي على الوافي، راه ضروري ضروري ما نمشيو نشوفوا حبيبنا وخونا المفضل. الله يبارك فيك السي عزيز، وانت كيف داير مع العمل؟ احنا كنعديو احنا وسط المسمع وفي البيرو غارقين في وسط الملفات وكنعديو وكنسعفوا. على ذكر الملفات السي عزيز. نعم. هذا هو الموضوع اللي بغيت نتكلم معك فيه. الله يسمعنا خير. كنظن السي عزيز ما غادي تسمع خير. بحالاش السي تفضل بحالاش؟ باختصار راني اكتشفت زويره وسرقه، وهذا الشيء كافي باش يوصلوا لمواليهم الحبس. سي تفضل انا علاش كتقول لي هذه الهضره كلها؟ علاش؟
وعلاش دخلني في هذا الموضوع كله؟ كنقول لك هذا الكلام السي عزيز باش تراجع اوراقك وتراجع نفسك. دابا على هذا الحساب كتهمني انا؟ انا ماشي قاضي باش نتهمك او نبرأك. انا السي عزيز الله يرضي عليك كنبهك فقط. الله يهنيك. واخا الفضل نبغيك. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. ربي يخليك. ايوا خذي يا لاله عيشه. ايوا كل ما كانش عمر عندنا ما كنتش تجي عندنا. لا واه احنا معرفه ديال زمان انا لاله رقيه. ايوا انا غير قلت صافي. ايوا ما عرفت. مريم خذي بنتي ما تحشميش. باركم هذه. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا لاله رقيه. مراد مراد اوليدي. نعم لاله عيشه. شفت عمر تعطل ياك ما غايجيش اوليدي. غير تهني لاله عيشه، هاد الدار راه بحال دارهم. غير كوني هاني. ربي يخليك يا لاله وكثر خيرك. عمر سير قاص لاله عيشه. عمر جا. وليدي مكسوبه من الهروب. اش قلتي يا عمر؟ اللي قلتو راكي سمعتيه، ما غاديش نرجع للدار. الله يهديك وليدي، انسى الموقع ورجع لداركم. عمر الله يهديك، راه ماشي واحد اخر هذاك، راه باك. ايه راه با هذاك. ولكن حواس بابي حتى وليت في هذه الحاله هذه وخرجت من الدار، وما جابش الله هاد الناس الله يجازيهم بخير اللي جالس عندهم. فين غادي يكون؟ نضرب في الصناقي؟ يا عمر راه باك هذاك، كيف ما دار معاك باك. شوف وليدي حتى هو مسكين كون شتي كي ولات حالته من جيت. الله يرضي عليك. شفي فين هادي؟ خليني نمشي ونشعل. امي انت الله يهديك، راني راجل وعارف اش ندير. ايه راجل وعارف شنو كدير، ولكن نرجع لداركم. داكوغ عمر داكوغ. المهم خليها اختي صافي. شوف غادي غدا تغدا عندي ان شاء الله. عمر كلمه واحدة. صافي اختي عليا ان شاء الله. غدا تجي تغدا. صافي غدا يلا صافي اسيري. يا ربي شنو هو المعمول ده؟ علاش؟ انا ما فهمت والو. وفين عبد الله خفيف يا اخي تي؟ ترى عبد الله كتفهم شي حاجه احق غادي يصرف عليا غادي يرد لك. دابا المشكله هي زينب دابا يلعبوا بالخوا. كيفاش؟ انا ما بقيت ما فهمت حتى شي حاجه. عمرك اصاحبي فهمت شي حاجه فين؟ واش بغيتي نشرح لك دابا بالخشيبات؟ واه سي عزيز سي دابا كان عندي المغرب كان عندي اليوم مخدر وراه في كل راسو كلشي هكذا 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 شو تسلمك؟ يقول لي هكا وانا نفهم. ايوا شنو المعمود؟ شنو المعمود؟
خصنا نتخدو بيه قبل ما يتعشى بينا ولا حتى هادينا في الديراش. لا ويلي هادي فهمتها طايرة. فالمهم دابا غاتدوش وتسالي وتهز صويك وغاتمشي للخدمة ونديرو بحال ما فاتنا كرة الأرقام ومن غير تعرف نتفق شنو غنديرو فهمتي؟ واعر يا سيدي. ما عندكش المشطاطي؟ المشطاط دخل دوش دخل 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 المشطاط. لا والله باش تصحوا لا والله ما بغاو يصحوك خلاص. الله جلوب شتي صاحبك؟ ايه شتو. وشكون اللي قال لك اخي تعطي العنوان ديالي؟ انا جا عندك جا حتى لهنا وددني هادي ذك اش كتقول؟ بحال اللي كتسمع زعما انا ما خبرتش. والباليزه جابها معاه؟ لا ما جاب باليزه. هذا فراسو شي حاجه. فراسو شي حاجه فراسو حوايج. قال لك اسيدي ما يعطيني الباليزه حتى نعطيه 20,000 درهم. 20,000 درهم؟ وياه ها هو جا. شوف بقى معايا في الخط انا راه نفعك. انت هنا تفضل. كاين شي اخبار بعدا ولا والو؟ جلس بعدا جلس مرحبا جلس. اش من خبار؟ يا خويا السوق عامره بالاحداث. السرقه الخطفه نوعه سطح هذا بهذا وزيد وزيد وزيد. شنو زعما قصدك؟ شو هذا المهم البريزه. بريزه مالها؟ شوف اجلول انت مهمتك انتهت وما بقى عندك فاش تدخل على هادشي اللي كتقول غادي تدخل. انا اللي كلفتك بريزه ولا خصك تفهم معايا ماشي هو جلول. هاودني منك هتفضل يديرك معايا ما اشنو باغي دير؟ يلا قول. صافي 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 برد العصب برد العصب برد برد العصب. خي الا سمحتي لي يا جلول خليني نتفاهم معاك. نوض انت غير نوضي برد عصبك نوض خليني نعرف نتفاهم معاك. مرحبا مرحبا الاخ مرحبا بك. نهار كبير هذا نهار كبير هذا نهار كبير. كنتي ديرها من الصباح ما فيها باس ما تحقلش في حسابك. قول لي دخلوا الموضوع قود. بسم الله. علاش ما بغيتيش تعطيني الباليزه؟ راك عارف علاش؟ ما عارف والو. فراسك شي حاجه انت جلول جلول خليني نتفاهم مع السيد. سيدي عطيني اقتراحاتك. راني قلت لك اشنو عندي. 20,000 درهم. اجلول اجلول انا قلت لك خليني نتفاهم مع السيد خليني عرفك نتفاهم معاه. شوف انا اللي بغيت نعرف بالضبط علاش زعما هاد 20,000 درهم ثمن السكوات ديالي وبيني وبينك باش نأمن بها على راسي. لاسورونس على خويا الا مشات حتى بانت الحقيقه وتشديتي انت ماشي غادي نتجر انا في الرجلين ديك الساعه شكون اللي غادي ينفعني من غير فلوس؟ ولكن انت عارف ما عندكش من تخاف. الحجاج كلهم ضدها ولينفرض لينفرض انهم استنفوا ما غيصور والو. امينه غتاخذ عامين غتاخذ عامين تحبس ما فيها لا اله ولا حتى واش متفق عليها. وشكون اللي كتبوا عليها؟ انا عزيز. عجبتك وماشي حشومه عليك ها؟ تشري لها عامين وغير ب5,000 ماشي قليله. وبيني وبينك هي مسكينه بارئه ومظلومه. صوب صوب شويه صوب. ونزيدك نعم نزيدك قضيه اخرى. عرفتي كون وقعوا عندي انا ديك الباليزه قبل ما نبدلها كون خويك مشى في المزاح. لا قدر الله لا قدر الله. عرفتي دابا علاش انا ما بغيتش نعطيك الباليزه حتى تحط لي 20,000 درهم؟ دوي لي مع صاحبك شويه يصوب شويه قول له يرتب يده. Thank you.
La valeur de notre humain. La valeur de l'être humain, sa dignité, comme dit Kant, c'est ce qui en lui n'est pas à vendre, ce qui n'a pas de prix, ce contre quoi l'argent ne vaut rien. Est-ce beaucoup, est-ce peu? C'est à chacun d'en décider pour son propre compte. خويا مراد غادي نعرض عليك واحد لا بلاتي نطلب بلاتي لا فالور دي نيتر هيومان سادينيتي كوم ديك هاك يلا طلق لا فالور دي نيتر هيومان سادينيتي كوم ديك كانت والله الا حافظي سير سير لا فالور دي نيتر تلفتيني دابا لا فالور دي نيتر هيومان سادينيتي كوم ديك كانت سي سكو ان لوي n'est pas à vendre. Ce qui n'a pas de prix, ce qui n'a pas de prix, blette, mais tu oublies, ce qui n'a pas de prix, ce contre quoi l'argent ne vaut rien. Yak. Ne vaut rien. Beaucoup? Est-ce beaucoup? Est-ce peu? C'est à chacun d'en décider son propre compte. مزيان اخويا كتردد خصك تطحن كرك مزيان حافظ اصاحبي والله الا حافظ الحفاظه غتهز راسك امتحان بعد الحفاظه دي معاك نوال 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 ديما نوال اش غدير نوال يا شوفني انا واش حافظ شوفوك انت الكوجيتو الديكارتي جوهر الفلسفه الديكارتية ويوصلنا أين يوصلنا أين أنا أفكر إذن أنا موجود أنت موجود وبيان سير موجود سير سير أنا أفكر إذن أنا موجود وتعتبر الفلسفة تعتبر الفلسفة الديكارتية فلسفة مثالية بحال خوك بحالي أنا بيان سير بحالي زعما داك الشيء عندك ديال بقات فثا هاكا وليدي هاك بقات تسطح فيها ديك الثا والذا شد شد سير سير حفظ سير سير وليدي حفظ سير انا بارك عليا تبلوكيت انا صافي الى زدت ما غادي نقفل والو والله ما غادي نجمع والو ما نقصر شويه الكره لح 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 نلعبوا معاك انا با مراد هادي شنو الى درتي لي هادي غادي نعطيك 100 درهم هاي لا نعاودها بلاتي هاي 100 درهم